يقول إن لدي جدة جاوز عمرها 140 عاما ولا تزال على قيد الحياة وتسير على مسافات قليلة، ولكنها تجهل بعض واجبات الصلاة، وكلما حاولت أن أعلمها التشهد والفاتحة وبعض سور القرآن القصيرة وما تقول في صلاتها فلم يعد بوسعها أن تفهم جيدا، وذلك أنها تنسى بعد يومين ما أقوله لها، فهل يلحقني منها ذنبا حيث أنني متعلم؟ أفيدونا وفقكم الله. لا يلحقك منها ذنب إذا قمت بواجب التعليم عليك، فإذا علمتها ونسيت فإنه لا ليس عليك منها ذنب، لكن أعد التعليم عليها مرة بعد أخرى، وهي والدتك أو جدتك ينبغي أن تحرص عليها حرصا بالغا، لا سيما وهي بلغت من الكبر عتيا فتحتاج إلى متابعة وإلى تعليم حتى لا تنسى، وما ليس في وسعك من تعليمها فإن الله تعالى لا يكلفك به، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.